السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني بالجزء الثاني للمسخب تبع البطارية. وين كان وصلنا هون؟ قلنا هالبطاريات ثلاث بطاريات على التسلسل أو على التوالي بيطلع 12 فولت، لأنه كل واحدة 3.7 فولت. مجموعنا 11.1 فولت. هلا هون توصيل مع الدارة، هاي الدارة، دارات جاهزة هدول. بالدارة مسجل طبعا، هلا رسمنا لكم اياه هون. شوفوا اخواني هاي الدارة، هل هذا بي ناقص، هذا بي 2، وهذا بي زائد، وهذا بي 1، وفي هون 2، هذا بي زائد، بي زائد وبي ناقص. هذا الخرج والدخل كمان، هو نفسه الخرج والدخل. هلا اذا نقلب الطرف الثاني، شوفوا اخواني هلا شلون صاير هيك. هلا هذا السالب هون، شوفوا هلا تفرجوا هون كمان مشان على الدارة. هلا هيك واضحة. هلا هذا بي سالب، وهذا بي 2، وهذا بي زائد، وهذا بي 1، وهون هذا بي سالب، وهذا بي ناقص. ما في عليه لحام، هذا هو في موجب وهذا سالب. خلفهم هلا مثل هون، هذا بي سالب مكتوب صفر، وهذا البي 1 يعني بطارية واحدة 3.7، وهون بي 2 بطاريتين، هاد شوف تحتهم 7.4، وهون هذا البي زائد، يعني هو شلون صاير، هذا بي ناقص هذا الزائد، يعني اول واخر. هذا 11.1، يعني بيصير تكملتهم ثلاث بطاريات، يعني انه هون صفر مشترك، بطارية بيشحن بطارية واحدة، هاي بيشحن بطاريتين، هون بيشحن ثلاث بطاريات. هلا هون اخواني كتوصيل، هاي هلا هون التوصيل، هدول البطاريات تبعنا. هذا الموجب يطلع، وهذا السالب الرئيسيين. هدول السالب قلنا لكم هذا الاساسي او تحته في صفر، هذا بيجي لهون السالب، يعتبر السالب العام. اول بطارية بيجي على بي 1 3.7، وشحن تبعها طبعا يصل لأربعة فاصلة اتنين. هلا هون وصلناه، يعني بين هالبطارية وهالبطارية، يعني هذا هون هالطرف، هدول اتنين بيشحنوا هالبطارية فقط. هلا هون يعتبر كمان سالب البطارية الثانية، والموجب البطارية بطاريتين، يعني هلا هون بينطلق بيجي على وين؟ على 7.4 بيتوصل هون. كمان هون السالب، هذا السالب يعتبر طبعا هون، هلا هون هذا الموجب الرئيسي بيجي على بي زائد، هذا اخر شيء 11 فاصلة، يعني بحيث ثلاث بطاريات بينشحنوا. طبعا هون ال 12 فولت بتغذيه من هون، وبيشتغل هدول كله البطارية واحدة اذا تعبت. طبعا هو برمجة، يعني هاي الدارة مبرمجة، اذا بطارية واحدة تعبت بيوقف الشحن تبعها، اذا الثانية فاضية بيكمل الشحن تبعها، واخر شيء اذا اكتملوا ثلاثتهم بيوقف الشحن خالص، ما بقى يشحن، شقد ما تشحن بيوقف الشحن. هاي دارة هاي البطارية مبرمجة على هالشغلات. هلا هون شرحت لكم اياه نظري، هلا هون العملي
قلنا لكم انه العلبة بنقص منها الدائرة، هاي الدائرة هلا هون هاي قصيناها، شوفوا اخواني انا قصيتها من هون، بكاوي لحام تقصها بالمشرط بيمشي حال، قصيناها مشان نركب الهاي. هون انا ركبت هاي التوصيلة. طبعا البطاريات شوفوا اخواني هلا هاي 1 2، طبعا انا قلت لكم انه مشان نزيد الامبير او عدد ساعات العمل ضفت بطارية تانية هون، هو اصل 3 بطاريات انا سويتهم 6، بس شلون هيك سوي هلا هون انا سويتهم هيك، يعني هدول كلها قطعة واحدة هيك سويتها، هاي التوصيلة مشان عدد ساعات العمل او الامبير. الفولت طبعا نفس الفولت هو 3.7 بس الامبير اكثر. هلا وصلت هون شوفوا شلون، هاي البطارية الاولى، طبعا هذا الصفر او شوفوا يعني، طبعا هذا السالب وهذا الموجب، طبعا هالبطارية وهاي متحدين مع بعض، شوفوا الموجب 1 والسالب كمان انا مددت لهم خط هذا الابيض لهون، يعني هلا هدول 2 تحسبها بطارية واحدة، بيطلع السالب منها بيجي وين؟ يجي على الصفر. هلا هذا هو الصفر، هذا بي سالب، هدول البطاريتين بيجوا لوين؟ بيجوا على هاي البطارية هون، هذا هالبطاريتين هدول موصولين مع بعض 1 2، وسالبون طبعا هذا الموجب، موجب البطارية الأولى بيتوصل مع موجب مع سالب البطارية الثانية، وبيطلع منها خط، هذا الخط بيجي على B1، هاد يعتبر B1 يعني من الصفر وبي واحد بطارية واحدة، هاي البطارية واحدة بيشحن هاي وهاي، يعني هاي واحدة اثنينتهم 1. الثانية بيجي هلا هون، طبعا هون هذا الموجب بيكمل طبعا البطارية الأولى، هالبطاريتين نحسبن 1، بيجي على البطارية الثانية هدول 2 1 كمان رقم 2، يعني هلا إذا أشرناه هون هذا رقم 1 وهذا 1، هاد وهاد بطارية واحدة، هون بطارية رقم 2، هذا 2 وهذا 2، هلا هون هاي بدها لحام، طبعا هو بده لحام بونتس، بس إذا ما عندك لحام بونتس بيمشي حال تلحمها لحام العادي. هلا هاد رقم 2 وهاد هالبطاريتين 3، هاي 3 يعني بطارية 1 رقم 2 رقم 3. هلا موجب هدول جاي على سالب، شوف موجب البطارية 2 جاي على سالب البطارية 3، يعني هلا هون اذا قلنا هذا رقم 1 وطبعا هو هدول بطاريتين 1، هذا رقم 2 هاي رقم 3،
شوفوا السالب هذا رايح على الصفر، هذا السالب رايح على الصفر، هون بين البطاريتين، هذا بين البطاريتين، بين هاد وهاد جاي لبي واحد وهذا لبي واحد، شوفوا هاي الوصلة بيناتهم. الموجب البطارية اثنين، هاي الموجب بطارية اثنين، هاي الموجب بطارية اثنين جاي على سالب البطارية ثلاثة، هذا الموجب البطارية اثنين، هذا موجب بطارية اثنين جايب على سالب، جاي على سالب البطارية ثلاثة، لاحظوا وين عم يتوصل هذا الشريط، جاي على بي اثنين، وين هذا هون بي اثنين، شوفوا هدول اثنين، هذا الموجب وهذا السالب، واخر شيء يجي على بي اثنين يعني 7.4. بعدين شوفوا هذا الموجب، هذا هذا اخر شيء يعني ختامه، طبعا هذا بدايته السالب هون ونهايته هون، هذا الموجب، هذا الموجب جاي على هذا البي زائد او 11، هذا بي زائد 11.1. هلا هيك اكتمل، هون بقى الخرج، هذا الخرج موجب وسالب، هذا الخرج طبعا هلا هو انت نسبته هو الغاية، بس طبعا نظريا فهمتوها نظريا، هلا هون اذا طبقناه هيك، هلا على العلبة هاي طبعا هلا هاي طبقت العلبة اخواني، هلا هاد الدارة ركبناها، دارة جاهزة طبعا، هون هذا هلا سالب موجب لازم يعطينا 12 فولت او 11 فولت، هلا باعتبار فاضيين 10.7 او 10.8 باعتبار لسه بدهم شحن يعني. على كل حال شوفوا هلا شلون بدنا نثبت هدول، طبعا هذا نحن قلنا تنثبت هاد وبنركبه راسا على المسخب هيك، وهذا يعتبر قاعدة المسخب مشان يوقف يعني، بس شفنا انه اذا ركبناه هيك في له مفصل بيوصله بيعشق البطارية مع المسخب، هاد ما يمشي حاله بدونه، لذلك اجباري نضطر انه نثبت هاد وهيك تنسوي. طبعا نثبت اول شيء هذا على البلاستيكي، وبعدين هذا بنركبه وبنطلع هالخطين، هذا السالب والموجب لهون هالحديدتين، وان شاء الله بيمشي حال. انا بدي اطبقهم، والجزء الثالث ان شاء الله بدي اركب، طبعا هلا براغي برغي مع صمني من هون هلا كواني انا بالكاوي الحام سقبتهم، وبنركب لهم برغي مع صمني بين هاد وهاد، بنثبته اول شيء على هاد، وطبعا بنطلع الشرطان من هون هيك، بنطلع الشرطان من هون، وهذا الشريط الثاني كمان بنطلعه من هون، طبعا هدول البطاريات عملية اكثر على فكرة يعني، انا مجربهم يعني احسن من هالبطاريات بكتير يعني، وهدول يعني مثل ما قلت لكم البطاريات اللابتوب في اغلبهم يعني بتقدر بالسوق الجمعة يا دول اللي بيعوا خردة تقدر تشوف يعني، تلاقي كم بطارية هيك شغالة لسه فيهم روح يعني، ودول بطاريات اللوثيوم يعني هلا حديثات لدرجة يعني، بيستعملون لحتى اليو بي اسات وطاقة شمسية يعني إلى المستقبل يعني، هدول هلا سكوتر فيه كمان بطارية بيمشيك 36-13 كيلو متر تقريبا بيمشيك هالبطارية، في تقريبا في منن 10 بطاريات طبعا بيعطي 36 فولت، وفي منن 20 بطارية مشان زيادة الأمبير، ولا هن 10 بطاريات على التسلسل. هلا هون خلصنا بالخطوة الجزء الثاني من هالبطاريات، إن شاء الله الجزء الثالث بنطبق يكون مطبق هدول، بدي أطبقهم وجهزهم وبنجربهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.